زميلنا احمد المسيري عمل ايضا لقاء مع احد الساده النقاد المغاربه، نتابع. مرحبا بكم مشاهدي قنوات اون تايم، وهذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عادل بن مالك الصحفي الرياضي المغربي. في البدايه، كيف تناولت الصحف المغربيه خبر تاهل المنتخب المغربي لدور الثمانيه؟ اظن هذا كان انجاز فريد من نوعه، لم يكن احد ينتظر ان الفريق الوطني يصل لابعد مدى في كاس العالم. اكيد ان الكل كان عنده طموح ان الفريق الوطني انه يشرف اولا الكره الافريقيه ويصل لادوار، يعني على الاقل الدور الثاني. الحمد لله بتضافر الجهود تمكننا ان نوصل لدور الربع في انتظار مباراه البرتغال الحارقه. بالنسبه للمواد الصحفيه، اكيد ان كل فرح لهذا الانجاز الغير مسبوق، وكل تناول باسهاب هذا الانجاز الفريد بن نوعه. صحيح ان الفريق مونديال 86 كان فريق الذي اوصل، كان اول فريق عربي او واسلامي وافريقي يصل الى الدور 16. الحمد لله فريق الوطن المغربي اول فريق عربي وفريق مسلم يصل الى دور توب 8، وان شاء الله يكون اول فريق افريقي يصل الى دور النصف. ابرز المنشطات اللي كتبت في الصحافه المغربيه كانت ايه؟ وهو الكل يتغنى باسماء اللاعبين، اكيد تالق اللاعبين من طيلات بونو الذي صدر الترجيحيه، ايضا زياش الذي كان متالقا، وخصوصا امرابط الذي كان مفاجاه الدوره. اكيد ان امرابط لاعب جيد، ومن مميزاته انه لاعب يجيد العديد من الادوار منها الدفاعيه والهجوميه، وهو ترمومتر او كاتاليزر بالفريق في وسط الميدان، ولكن قام بمونديال من الطراز رافيع كان في المستوى، رغم انه هو يشعر اصابه منذ العديد من الاشهر، ولكن مع ذلك كان في الموعد بمعيه العديد من اللاعبين. استاذ عادل، كيف ترى مباراه المنتخب المغربي المقبله مع المنتخب البرتغالي في دور الثمانيه؟ اظن ان الضغط سيكون على الفريق البرتغالي، لانه على الورق هو المرشح ويضم لاعبين محترفين من الطراز العالي. اظن سنلعب بمباراه بكل راحه مثل باقي المباريات. لا ننسى اننا في اربع مباريات لم نتلقى الا هدف، وكان ضد يعني لاعب هو الذي تسجل ضد مرمانا، ولكن بالتالي هو فريق من الناحيه الدفاعيه متراس، وبالتالي الفريق البرتغالي سيحاول انه ياخذ المباراه يعني مجريات المباراه من الاول مباغته الفريق المغربي. ولكن اظن ان بدافع المشكل الوحيد الذي اخاف منه هو الاصابات، فالعديد من لاعبي المنتخب المغربي يمرون بمشاكل يعني بدنيه كثيره من جراء تولي المباريات والاصابات. اتمنى ان كل اللاعبين او على الاقل 90% من اللاعبين يكونوا في حاله بدنيه جيده في مباراه البرتغال.